مرحبا، حلقتنا اليوم رح تحكي عن الميكروبات. الميكروبات هي كائنات حية دقيقة معظمها ما فينا نشوفه بالعين المجردة، بعضها مفيد وبعضها ضار، وبتشمل البكتيريا والفطريات والطحالب. أما الفيروسات فهي ما بتعتبر من الميكروبات لأنه منا كائنات حية، وبتتواجد الميكروبات بكل مكان على سطح الأرض، حتى بالبيئات يلي بتكون فيها درجات الحرارة عالية مثل البراكين أو منخفضة كتير مثل القطب الجنوبي، وحتى بالأماكن المظلمة وقاع المحيطات والصخور. وبتعتبر الميكروبات من أقدم الكائنات الحية على سطح الأرض. ولازم نعرف أن الميكروبات البكتيريا تحديداً بتأثر على المناخ، فهي بتأثر على إنتاج الأكسجين والنيتروجين وعلى نسبتهم بالأرض. أما عدد الميكروبات يلي بتعيش بجسم الإنسان فبتقدر بنحو 1,000,000,000 ميكروب، وهالرقم بيعادل تقريباً 10 أضعاف عدد خلايا الجسم، وطبعاً بتلعب دور إيجابي بحياة الإنسان، ولكن ببعض الحالات ممكن تسبب بعض أنواع الأمراض والأوبئة الخطيرة والمميتة كالسل والتيفوئيد والكوليرا والطاعون وغيرها. وبنهاية الحلقة أنا بقلكن live right وتابعونا دائماً.